على سبيل المثال أنا بيتنا يقع في مناطق جيم، يعني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. مع ذلك أثناء مطاردتي مكثت شهر كامل في البيت، أهل البيت ما كانوا بيعرفوا أني أنا موجود فيه. يعني كان البيت عبارة عن طابقين، الطابق الأول كانوا أهلي ساكنين فيه، والطابق الثاني كان يعني قيد الإنشاء. مكثت شهر كامل أنزل بالليل لما يناموا أهلي، يعني آخذ ما يوجد في المطبخ من غذاء وطعام وأصعد إلى الدور الآخر وهم ما بيعرفوا أي شيء عني نهائي بتاتا. لما قررت أنسحب من البيت، وهذا بالمناسبة كان يعني بشهر رمضان، لما قررت أنسحب من البيت نزلت عيدت عليهم، كان أول يوم عيد الفطر. استغربوا وانصدموا وذهلوا إني أنا موجود، قلت لهم أنا إلي شهر موجود في البيت، وعيدت عليهم ومشيت. فالعملية المطاردة بصراحة تعتمد على ذكاء المطارد، تعتمد على جرأة المطارد، تعتمد على الاختيارات الصحيحة للمطارد، أين يبيت وأين يتحرك وأين يذهب وما هي الأدوات التي من الممكن استخدامها.